يا صباح الورد، اهلا بحضراتكم من جديد. ولا استعراض درجات الحراره مع حضراتكم. دايما احنا يعني شايفين بقى على مدار الفتره دي في بعض التقلبات كده جويه، بس اللي هي في حدود الجمال كده بتاعت دخله الخريف والاستعداد للشتاء، حاجات كده لطيفه، نسمات الجو الحلوه زي ما احنا بنقول كده، الهبات اللطيفه جدا يعني. فتعالوا نشوف درجات الحراره بتقول لنا ايه، لانه يعني اذا كنا احنا حتى هنضع مثلا ارتفاع طفيف في درجات الحراره فده بدواعي الرطوبه الخفيفه اللي ما زالت موجوده معانا من فصل الصيف الشديد اللي احنا مرينا بيه. تعالوا نشوف السلايد الاول بدايه من القاهره. القاهره 33 24، العاصمه الاداريه 33 23، 6 اكتوبر 32 23. قيم درجات الحراره تقريبا زي الامس زي ما استعرضناها مع حضراتكم، ولكن ممكن نضيف عليها مثلا ايه، الاحساس بيزيد شويه بارتفاع درجات الحراره بسبب نسبه زياده او زياده نسبة الرطوبة، فعشان كده بس ايه هو ده اللي احنا بنضعه زيادة على الامس. السلوم النهارده 29 22، العلمين الجديدة 30 21، اسكندرية عروس البحر الابيض المتوسط 30 22، اسماعيليه 35 22، بورسعيد 30 25، دمياط 31 24. سلايد التالي، الغردقه 35 26، شرم الشيخ 36 27، السويس 34 23، الوادي الجديد 36 25، رفح 29 20، طابا 31 25، بني سويف 33 21، الفيوم 33 22، وسانتي كاترين 30 17، الأقصر 39 24، أسيوط 34 21، ألمانيا 34 22، حلايب 32 26، شلاتين 34 25، وأخيرا أسوان 40 25. ومن البيان